معالي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، عايزك تكلمنا النهارده عن لقائكم النهارده مع وزير الشباب والرياضة بالنسبة للإفطار على مستوى 27 محافظة. أهلا وسهلا أول بيك يا أستاذ محمد جمعة، الصحفي اللامع في محافظة إسماعيلية. بقول لأهالينا كل سنة وهم طيبين في إسماعيلية وعلى مستوى مصر كلها. النهاردة وزارة الشباب والرياضة بقيادة معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بروتوكول تعاون مع مؤسسة زايد الخيرية، تم عمل إفطار مجمع عبر الفيديو كونفرنس. كان معالي الوزير حاضر معانا بيفتتح الفطار لجميع 27 محافظة، والنهاردة كنا عاملين الفطار الجماعي ذو الهمم في الأنطرة. بشكر رئيس مجلس الإدارة مركز شباب الأنطرة الأستاذ عبد العزيز صافي لاستقباله للمجموعة، وكان النهاردة معديين حوالي 250 فرد من ذوي الهمم وأسرهم. النهاردة كان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمؤسسة بقدم شكر جزير للأستاذ محمد مدير إدارة ذوي الهمم في مديرية الشباب والرياضة. سعيد بتواجدي في الأنطرة، أنطرة أهلي وناسي، إسماعيلية بلدي اللي بفتخر بيها، وتحيا مصر تحيا مصر. بقدم شكري للجناحين الأستاذ عبد العزيز والأستاذ محمد، مشتاق ليهم جميعا وشاكر لتواجدكم معانا.